Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, and my dear followers. Again, with English in another shape, my channel, Mr. Rahid Istiqlal. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط. أهلا بكم في الوحدة مع الباب الخامس، الوحدة الخامسة. أوكي، هنكملها إن شاء الله مع بعض الفصل الخامس والسادس في كتاب النشاط. طبعا إحنا فاتحين الموقع حق كتبي وبنشتغل منه وبنشرح عليه. أوكي. Number 5، الوحدة الخامسة بعنوان Is there any ice cream؟ هل يوجد أي ايس كريم؟ طبعا هنا I scramble the food words، الكلمات هذه مكتوبة كلها كده، كلها كده مكتوبة متلخبطة. هذه coffee، هذه ice، هذه potato، هذه juice. شفت كيف مكتوبة غلط؟ شفت كيف؟ ها milk وهكذا. طبعا هذه إجابتها الصحيحة coffee، rice، potato، juice، ساندويتش. ترى هذه ساندويتش وليس الساندويتش، عشان كثير تقولها ساندويتش. الدي سايلنت يا شباب، الدي سايلنت، خلاص ناس كثيرة ما تعرفها، انتبهوا. ساندويتش، ميلك، كاروت اللي هو الجزر، باستا المكرونة. هنا حط اي اور سام، ركزوا معايا. شوف يقول لك هنا السؤال rewrite the words، اعد كتابة الكلمات دي هي اللي فاتت اللي هي هذه يعني، ولكن باستخدام تحط قبلها a او some. احنا قلنا a للمفرد، a معناها ايش؟ معناها one، يعني حاجة يمديك تعدها وتجيب منها المفرد واحد، تمام. اما some معناها بعض، البعض من. شفت كيف؟ طيب شوفوا هنا some rice، some coffee، القهوة ما تنعد، نقول some coffee، some rice، بعض الارز. ما ينفع نحط a coffee لان القهوة ما تنعد طول عمرك، فهمت علي؟ فما نقول نقول صم. والرز ما ينعد، ما ينفع تجيب حبات رز تقعد تعد فيها. ابوتيتو ليش؟ لانك يمديك تعد حبات البطاطس. نمبر 4، صم جوس، صم جوس لان العصير ما ينعد، غير معدود، uncountable. اي ساندويتش، الساندويتش هذا يمديك تعده، عشان كده تحط ايه. الحليب الملك ما ينعد، تقول صم. اي كاروت، الجزر ينعد، تقول حبه جزر واحده. الباستا، المكرونه، some pasta. واضح؟ نيجي بعد كده، احنا لسه في الباب الخامس في كتاب النشاط ثاني متوسط. شوف هنا يقول لك ايش العصير والباينابل اللي هو الاناناس، يقول لك ايش؟ جوس، ركز معايا، جوس العصير. Is there any juice؟ هل يوجد اي عصير؟ No there isn't any juice. طب تعال نعملها على الباستا، المكرونة. Is there any pasta؟ No there isn't any pasta. البيض ينعد، اكس، هذا اكس وهذه باستا ما تنعد. البيض عشان ينعد وجاي جمع تقول ار، ار ذير اني اكس؟ يس ذير ار سم اكس. لو تلاحظ في السؤال تقول اني، في الاجابه تقول سم، لان اني حقت السؤال معناها اي، اما سم البعض من، تيجي في الاجابه. فهمت كيف؟ طيب نكمل. نمبر 3، ايس كريم ده غير معدود، uncountable، يبقى تعامله كأنه مفرد. الغير معدود يا شباب يتعامل كأنه مفرد. Is there، هل يوجد any ice cream؟ هل يوجد أي ice cream؟ No there isn't any ice cream، ما يوجد أي ice cream. Number 4، الحليب، milk. Is there any milk؟ هل يوجد أي حليب؟ Yes there is some milk، نعم يوجد بعض الحليب. الحليب غير معدود، هتسأل بإز، تعامله كمفرد وتحط any في السؤال، صام في الإجابة، يوجد البعض من الحليب. شوف لاحظت قلت إز، اوعى تقول آر أبدا مع الحليب، ما ينفع. شوفوا هنا pineapple، وش يعني pineapple؟ أضحككم الآن هرجة كده. pineapple يعني الأناناس، أنا ناس. تخيلوا pineapple هذه واحد صاحبنا مرة ترجمها عندنا أنا ناس، ترجمها كيف؟ كان قاعد معانا كده ويبي عصير، فقال للويتر للجرسون يعني يبي يسوي نواد إنجليزي وحركات، فقال له Give me one I am people. قال له Excuse me sir. طبعا طفصنا على رحلة بالضحك، كنا في قرية سياحية وكلها سياح. I am people، ترجم أنا ناس، ترجمة حرفية وده خطأ في الإنجليزي، ترجمه كده أنا يعني I am people يعني ناس، I am people أنا ناس. طبعا خطأ، ما ينفع الكلام هذا يا شباب، هذا طال عمرك خرابيط. pineapple هي الأناناس، فكة الأناناس pineapple. طبعا ينعد لأنك تمسكه بالحبة، فتقول Are there any pineapples؟ Yes there are، تشتغل بآر وفي هذا تقول any،
اهو. any pineapple, yes there are some pineapples, يوجد البعض من الباينابلز. واضح يا شباب؟ number 5 كاتشب ما ينعد، اشتغل بإز على طول. كاتشب تقول is there any ketchup, yes there is some ketchup. ستيكس اللي هو شرائح اللحم، ستيك هاوس وكده. are there any sticks, no there aren't. يبقى تعامل كجمع عادي جدا. كوكيز اللي هو البسكويت الكوكيز ينعد، تقول are there any cookies, yes there are some cookies. soft drinks هنا المشروب كجوس عصير ما ينعد، انما هو قال لك مشروبات غازيه. soft drinks هتقول are there any soft drinks, no there aren't any soft drinks. لا يوجد اي مشروبات. واضح يا شباب؟ نكمل لسه احنا في الباب الخامس. يقول لك حط المحادثات. what would you like, ايش تبي وايش تبي، هذا السؤال اللي هو A. B would you like، طبعا هو هنا B اللي جنبه قال له and I'd like a turkey sandwich اللي هو ديك رومي، يعني ساندويتش ديك رومي. قال له would you like some fries، تبي بعض الفرايز اللي هي البطاطس المقلية، with your sandwich. يبقى هذا السؤال وهذا سؤال وهذا سؤال. اوكي واضح شباب؟ قال له هنا would you like a beverage، beverage يعني مشروب، هذه كلمة جديدة ضفوها للكلمات اللي عندكم. beverage يعني زي drink مشروب. قال له I'd like some orange juice، أبغى بعض عصير البرتقال. والتاني قال له and a glass of milk، وكاسة حليب. قال له شور أكيد. اوكي يبقى احنا كده خدنا من الصندوق ده وحطينا في المحادثة. الصفحة اللي بعد كده قطعة reading، لسه احنا في الباب الخامس وعليها أسئلة. السؤال الأول يقول لك where is the world's first pizza restaurant، أول مطعم بيتزا في العالم كان. the world's pizza restaurant is in Naples, Italy، في إيطاليا. Naples okay Italy. what are the colors of the Italian flag، إيش لون العلم الإيطالي. السؤال الثاني the colors of the Italian flag are red, white and green، أحمر وأبيض وأخضر. السؤال الثالث what part of the pizza is white، إيش الجزء في البيتزا اللي لونه أبيض. the cheese الجبنة is the white part، هي الجزء الأبيض في البيتزا. number 4 what kind of pizza do you like، إيش نوع البيتزا أنت تحبها. قول أي شيء. I like vegetable pizza مثلا، بيتزا الخضار. writing اكتب موضوع تعبير عن مطعم معين. a great restaurant، there is a great Chinese restaurant in my town، all my friends go there، مطعم يعني صيني كل أصحابي يحبوه، هكذا. Chinese food on the menu، اكتب موضوع التعبير تاخد أي درجة كاملة إن شاء الله. الباب السادس what was it like، what was it like. انتبهوا يا جماعة القاعدة دي مرة مهمة، لما تلاقي كلمة like مع بعدها قبلها verb to be يعني is أو are أو was أو where، انسى ان لايك هذه معناها يحب. امال ايش معناها؟ صار معناها يبدو، كيف يبدو هذا الشيء او هذا الامر، يبدو. شفت كيف؟ اوفا. يبقى وات واز ات لايك، كيف تبدو يعني اوصفها، مو كيف تحب او ماذا تحب. مره انتبه، انما لو جاء قبلها دو او داز او ديد يبقى ماذا يحب. هنا قال له اتس ا مول، وات از ات، قال له اتس ا مول، ده مول. الثانية it's a place، مكان. قال له اشرح المكان. seats for people، مدري ايش كراسي للناس تجلس فيها. watch football game، هذه أجل. stadium اللي هو الاستاد. طب مكان تاني historical، اشياء تاريخية الناس تتعلم منها. museum متحف. it's a thing number 4، هذا شيء ما. it's a thing. It has lots of information in it. It tells what's happening around the town. What is it? It's a guide. مرشد يعني. دليل إرشادي. Number 5. Collection. مجموعة معينة من الأشياء. It's an exhibit. حاجات معروضة. Exhibit يعني المعروض. الشيء اللي بيتعرض في المعرض. معروضات المعارض. هذه exhibit. Okay.
كمل. number 6 it's a thing شيء ما paper ورق الناس بتشتريه عشان تعرض فيه او الاحداث it's a ticket اللي هي التذكره عشان تدخل بيها مكان معين معرض او كده اللي هي التذكره طال عمرك. طيب what was it like هنا الباب السادس الصفحه الثانيه في كتاب النشاط stadium اللي هو الكلمات من اليسار لليمين stadium الملعب او النادي football game لعبه كره القدم referee الحكم حكم المباراه fabulous okay قلنا هذه fabulous يعني رائع fabulous يعني fantastic او wonderful crowded يعني مزدحم fair يعني عدل او عادل واضح يا شباب okay يبقى ترجمنا الكلمات بعد ما ترجم الكلمات ننزل تحت يقول لك كيف كان المباراة it was fabulous رائعة how was the stadium كيف كان النادي أو الاستاد أو الملعب it was crowded زحام what was the referee الحكم he was fair يعني كان عادل هنا جايب لك محادثة وعايزك تحط من الكلمات ما بين أسماء وفرح يقول لك Mexican cuisine يعني المطبخ المكسيكي good هتقول was the Mexican cuisine good هل كان كويس أنت بتسأل بفيرب تو بي فعل يكون في الماضي شوف هذه was ماضي يبقى هل كان yes it was اللي يسألك بيه ترد بيه لا تكيس يعني سألك بواز طال عمرك رد بواز لا تقول لي بضز ودود كيس وتجيب من هنا وهنا لا من الجملة وحط فيها سألك بإز رد بإز سألك بواز رد بواز سألك بوير رد بوير سألك بسيارة رد بسيارة سألك بطيارة رد بطيارة يا أخوي أوكي اللي يسألك بيه رد بيه لا تكيس قال له هنا السؤال اللي بعده was the Japanese cuisine popular هل المطبخ الياباني مشهور أو معروف no it wasn't شوف قال له no وحط نوت في الأخير أوكي where the desserts آخر واحدة where لأنها جامع desserts الحلا delicious yes they were نكمل احنا لسه في الباب السادس يقول لك يا طويل العمر والسلامة أكمل هنا الإجابات كلها في الباست تنس الماضي البسيط اللي هو فعل آخره إي دي أو التصريف الثاني go went number two went ذهب number two hung out no I hung out الماضي watched شاهدت invited عزمت أو دعيت واحد على العزيمة took الماضي من take يعني أخذ had امتلك أو سوى شيء يعني had a snack هنا number six had a snack يعني خد له تصبيرة played لعب التنس stayed يعني قعد أو مكث أو جلس هذه عن نفسك أنت عن جون answers what did he do ماذا فعل last Thursday what did he watch number three ماذا شاهد last on Monday who did he invite من اللي عزمه number five where did he take أين أخذ البايك حقته number six what did he have just 2 days ago إيش اللي كان معاه number seven what did he just play ايش اللي توه لاعبه يعني number 8 what did he do last night ايش سوى الليله اللي فاتت هذه القطعه reading tombs of egypt tombs هذه الكلمه لا تنطق البي tombs البي سايلنت هنا يا شباب tombs يعني المقابر الفرعونيه مقابر مصر the tombs of egypt الصح والخطا number 1 the egyptians didn't believe in life after death المصريون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت لا طبعا يؤمنون false number two they didn't make the bodies of kings into mummies ما بيسووا أجسام الملوك إلى مومياوات إلا خطأ false number three the pyramids الأهرامات held the coffins of kings بيكون موجود فيها النعش أو الكفن حق الملوك اللي هي التابوت يعني إيوه الإجابة صحيحة true number four the ancient Egyptians المصريين القدماء wanted to protect the king's bodies كانوا يعني ايش غرضهم ان هم يحافظوا على اجسام الملوك من التعفن يعني الاجابه 4 true صحيحه 5 the egyptians put valuable objects into king's tombs كانوا بيحطوا حاجات ذات قيمه كنوز وذهب وحركات والله حظه اللي يلاقي مقبره فرعونيه في مصر خلاص هو وعياله واحفاده واحفاد احفاده لين ما يموتوا كلهم يصيروا اغنياء 5 الاجابه صحيحه true the egyptians bought valuable
Number six, there were objects from everyday life. كانوا بيحطوا الحاجات هم اليومية اللي بيستخدموها داخل المقابر. اللي جابت شو صحيحة. And هنا هتكتب موضوع عن معرض معين أو حدث روحته. An exhibit or event I went to. I went to the Museum of Natural History. I saw a great exhibit there. It was an exhibit. وهكذا. وبكده خلصنا الباب الخامس والسادس. وإن شاء الله موعدنا الفيديو القادم مع الباب السابع والثامن. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسوا دعم القناة تكفون. بإذن الله بعد ما نخلص هنعمل مراجعات مهمة جدا ما يخلو منها أي اختبار على كل باب لحاله بإذن الله. هناخدها باب باب أو بابين بابين على حسب الوقت بإذن الله. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.